السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة جافا سكريبت الجميلة. والنهاردة يعني احنا دلوقتي في المرحلة الثانية او المستوى الثاني من الكورس، وهنشرح حاجات ادفانسد زي الفانكشن اكسبريشنز، فخليكوا معنا. يعني ايه فانكشن اكسبريشنز؟ الفانكشن في الجافا سكريبت بتتعامل معاملة الفاريبل في كتير من الحالات. حالات زي ايه؟ زي مثلا ان انا اكون عاوز استخدم مثلا فانكشن في مكان تكون بتعمل وظيفة وفي مكان تاني تكون بتعمل وظيفة تانية خالص، فممكن ابعت لها في المرة الاولى فانكشن وفي المرة التانية فانكشن تانية خالص، ماشي؟ وده اللي خدناه في الحلقة اللي فاتت لما بعتنا الفانكشن ككول باك داخل ايه الفانكشن بتاعتنا. لكن اللي هنعمله الحلقه دي ان احنا هنخزن الفانكشن جوه متغير. تعالوا نشوف ونتعامل وهنتعامل بيها برضو زي ما تكون متغير عادي جدا. تعالوا نشوف كده، ليت مثلا سي هلو، ماشي، وهنقول هنا بتساوي فانكشن، ونفتح قوس ونقفله. طبعا ممكن احط بارامترز عادي زي ما انا عايز، واقول له هنا الفانكشن ديت مثلا كونسول دوت لوج بتساوي لو وورلد، تمام كده اهوت. حط هنا كوما، انا في اللحظه ديت خزنت الفانكشن ديت جوه المتغير ده. لو دوس كنترول اس مش هيحصل لي نتيجة. ليه؟ لان انا خزنتها جوه متغير ما استخدمتهاش. لو انا عاوز استخدمها ممكن اعمل هنا say hello وافتح قوس واقفله زي ما اكون بستدعي فانكشن عادية جدا، وادوس كنترول اس هتلاقي ايه نفذها لي زي ما انا عاوز. يبقى الفانكشن دلوقتي اصبحت حاجة ممكن تتخزن جوه متغير، ها، وممكن كمان تتبعت اذا بارامتر لمتغير او لفانكشن تانية. تعالوا بقى نبعتها كده زي ما بقول لكم. لو عملنا مثلا هنا فانكشن، ماشي، وخليناها مثلا ايه اوتبوت، ماشي، وهنبعت لها هنا الفانكشن ديت اذا بارامتر، ماشي، بالظبط هنستخدمها بالطريقه ديت زي ما استخدمناها المره اللي فاتت. هنقول له هنا ايه فانكشن ورن لي الفانكشن ديت. هاجي هنا، ماشي، اقول هنا اوتبوت وابعت سي هلو ليها بنفس الطريقه ديت، وادوس كنترول اس هتلاقيني ايه استخدمها مره هنا هلو وورلد على طول، ومره هنا لما استخدمتها ايه من داخل الفانكشن بتاعتي. تعالوا بقى نغير الفانكشن اللي احنا بعتناها از بارامتر ديت، ماشي، واللي هي say hello، ونعمل منها نسخة تانية كده غلط. كنترول سي كنترول في say hello 2، ماشي، والمرة دي هنخليها بالتارجت ال HTML H1 ديت H2 ديت، وهنقول هنا document dot get element by ID، وهندوس هنا my h2، ماشي، dot enter html هيساوي مثلا hello world، اوكي، ونعمل كوما كده. وزي ما بعتنا للاوتبوت ده فانكشن الاولانيه، هنبعت لها ناخد هنا كنترول سي كنترول في ونبعت لها الفانكشن الثانيه اللي هي say hello 2 ديت، ماشي، ونعمل كده وندوس كنترول اس فهلاقي ايه طبع hello world من الفانكشن، وعملنا hello world هنا. يبقى انا كده قدرت ابعت اتنين فانكشن كل واحده منهم بتعمل حاجه مختلفه عن الثانيه لنفس الفانكشن اللي خدتهم ونفذت دوت ونفذت دوت بنفس الطريقه اللي انا عايزها. تعالوا بقى نخدر الجزء ده كده،
ونتكلم عن خاصية جديدة في الفانكشن، او مش جديدة يعني احنا استخدمناها بس ما كانتش اتشرحت، فهنتكلم عنها النهاردة بشيء من التداخل. لو فرضنا ان انا عندي فانكشن اقدر بمنتهى البساطة ان انا اكتب فيها فانكشن تانية ازاي؟ تعالى كده نكتب فانكشن، والفانكشن ديت هنسميها هنا لوجن، ماشي؟ فانكشن مثلا بتعمل لوجن لليوزر، وبعدين هنقول مثلا ايه جوه الفانكشن ديت هنا let يوزر نيم هيساوي المحمدي، اوكي. لو جيت جوه الفانكشن ديت قمت عامل فانكشن تانية، ماشي، وخلتها مثلا جيت يوزر نيم، وهنا هنستخدم الكونسول دوت لوج، وهنقول مثلا ايه هاي وي يوزر نيم. شايفين قدرت استخدم فانكشن جوه الفانكشن الاساسيه. فلو عملت هنا كول لي هنا اللوجن، ماشي، وعملت كنترول اس هتلاقيه ما طبعش حاجه. الله، امال دي ايه؟ لازم برضو تعمل كول للفانكشن ديت جوه الفانكشن اللي هي الاساسيه ديت. فهنقول هنا جيت يوزر نيم كنترول اس هتلاقي ايه هاي المحمدي، طبعها لك تمام بدون اي ايه مشاكل. تعالوا نتكلم بقى عن السكوب. يعني ايه السكوب؟ يعني المنطقه اللي بيأثر فيها الفانكشن بتاعتنا ديت، ماشي. فلو احنا كتبنا فانكشن كده اهوت، فهتبقى مأثره في السكوب اللي قبليها خالص اللي هو الفايل ده كله، ماشي. طب لو فرضنا ان انا عملت نستد فانكشن زي ديت، لا مش هتأثر غير داخل بين القوسين دولت. يعني كل فانكشن بص على القوسين اللي زي دولت اللي فوقيها، هو دوت السكوب المؤثره فيه. القوسين دولت مش موجودين تبقى مؤثره في الفايل كله، غير كده تبقى هي مؤثره في المحيط اللي دايما حاجزها بالقوسين دولت. يعني مثلا لو خدنا الجيت يوزر نيم دوت وحطيناه هنا، نسنا كنترول اس، اشوف اهوت هيقول لك از نوت ديفايند. يعني ايه جيت يوزر نيم از نوت ديفايند؟ اليوزر نيم دي مش موجوده في السكوب اللي احنا بندور فيه. هي كده نستد فانكشن، تكتب فانكشن داخل فانكشن، اوكي، بس صدقني مش هتقدر تستخدمها خارج ايه اللوجن بتاعنا دوت او خارج الفانكشن ديت، هتستخدمها بس داخل الفانكشن اللي انت كاتبها ديت. وبس كده، يعني مش عاوز اطول عليكم. احنا النهارده شرحنا الفانكشن اكسبريشنز والنستد فانكشن، واعتقد الناس اللي ماشيه معايا وصلت لمستوى كويس جدا ومبشر جدا في استخدام لغه جافا سكريبت. في النهايه يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع اسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تعملش داونلود للفيديوهات وتشوفها على منصه اليوتيوب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.